شاء الله هنعمل مع بعض الكيكة المجنونة الاقتصادية بدون بيض وبدون لبن ولا زبدة. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كيكة عجيبة جدا واقتصادية بدون بيض وبدون لبن ولا زبدة. المقادير اللي معايا كوباية ونص دقيق عليها رشة ملح، كيس بيكنج باودر، كيس فانيليا، نص كوباية كاكاو خام، كوباية سكر، نص كوباية زيت، كوباية ونص مية. أنا واخدة العيار كله بنفس الكوباية. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. هجيب طبق أو بولة، هنزل بكوباية السكر وعليها كوباية ونص مية، ونص كوباية زيت، وكيس فانيليا، وهقلبهم كويس جدا بالمضرب اليدوي لحد ما السكر يدوب. قلبت المكونات كويس لحد ما السكر داب. هخلي المكونات السايلة على جنب وهجيب مصفى وهنخل فيها كوباية ونص دقيق، عليه رشة ملح، عليه كيس بيكنج باودر، ونص كوباية كاكاو خام. هنخل كل المكونات مع بعض. خلاص نخلت المكونات الجافة كويس، هنزل بيها على المكونات السايلة. وهقلب كويس جدا لحد ما الدقيق يختفي تماما واحصل على قوام سايل اللي هو قوام الكيكه. قلبت المكونات كويس جدا لحد ما الدقيق اختفى ومفيش اي تكتلات وحصلت على القوام اللي انتوا شايفينه ده، قوام الكيكه. معايا القالب او البريوش اللي انا هدخله الفرن، دهناه كويس جدا بالزيت. هنزل بخليط الكيكه، بسخن الفرن على درجه حراره 180، هدخل الكيكه لمده 45 دقيقه على الرف اللي في النص. اول ما تخرج هوريها لكم على طول. ولحد ما الكيكه تستوى هنعمل مع بعض صوص الشوكولاته الاقتصادي وبرده بالميه. مكونات صوص الشوكولاته الاقتصادي: نص كوبايه ميه، نص كوبايه زيت، نص كوبايه سكر، ربع كوبايه كاكاو خام، وكيس فانيليا. هضرب كل المكونات في الخلاط ما عدا الزيت، هنزل بيه سرسوب من فتحه الخلاط. بسم الله. هنزل نص كوبايه الميه، نص كوبايه السكر، كل حاجه نص كوبايه ما عدا الكاكاو وربع كوبايه او معلقتين كبار، كيس الفانيليا نص كوبايه الكاكاو الخام. هضربهم كويس، وبعد ما اضربهم هنزل بالزيت سرسوب من فتحة الخلاط. ضربت المكونات كلها كويس زي ما انتم شايفين، هنزل بالزيت سرسوب من فتحة الخلاط من هنا وهكمل ضرب. خلصت صوص الشوكولاتة، بصوا القوام بتاعه حلو جدا. هنزله في البولة ،
وهشيله في التلاجة لحد ما الكيكة بتاعتي تستوى وتطلع من الفرن. اهو يا حبايب قلبي، الكيكة بعد ما طلعت من الفرن قعدت في الفرن حوالي 45 دقيقة على الرف اللي في النص. دلوقتي هقلبها. اتقلبت بمنتهى السهولة زي ما انتوا شايفين. هسيبها تبرد شوية وهقطعها واسقيها بصوص الشوكولاتة. خلاص قطعت الكيكة، دلوقتي هسقيها بصوص الشوكولاتة اللي عملناه مع بعض وكنت شايلة في التلاجة. اهو بالمنظر ده، شكلها جميل جدا ازاي. اهو يا حبايب قلبي الكيكة المجنونة، بصوا شكلها جميل ازاي ويفتح النفس. لو عجبتكم طريقة عمل كيكة الشوكولاتة بدون لبن وبدون بيض ولا زبدة، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. اشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.